هسه تجي لك هذه فاسكولاريسك. زين هسه خلصنا الهايبوليبوبوتينيميا والديزيزز مالت اذا كان الليبل قليل. بهذا البارت راح ناخذ شنو علاقه الكارديوفاسكولار ريسك بالهايبوليبوتينيميا. بالمحاضرات الفاتت انت فهمت الباثوي او الباثوفيزيولوجي اللي اذا كثرت الليبت كثرت الكوليسترول كثرت الترايجليسيرايد شلون تاثر بالشكل السلبي والسدلي الارتري وتسوي لي شيء يصيحوا له اثيروسكلوسز، وشلون الاثيروسكلوسز السد الارتري ثرومبوسز وتصير مشكله مثلا، واذا كان هذا الارتري حسب مكان. فلو كان هذا الارتري هو كوروناري ارتري يغذي المصل مال الهارت الكوروناري ارتري الشرايين التاجيه، فانت هنا داخل بمايوكارديال انفاركشن او ستيبل انجينا اللي هم احكي مصطلحات عربي لانه انت لسه مو كلش ويا الكلينيكال على مود تكنك وياي، اللي هم الجلطه القلبيه والذبحه الصدريه. زين لو كان هذا ارتري هو مثلا السيربال ارتريز اللي تغذي لي البرين السيربرام الدماغ، فهنا انت طاب شنو طاب بسحول السي في اي سيربرو فاسكولار اكسيدنت اللي هي الجلطه الدماغيه. زين هذا الارتري كان مثلا بيرفرال ارتري يعني مثلا يصيحوا له بيرفرال فاسكولار ديزيز اوكي، وهكذا مثلا. وصلنا لهنا هسه التفاهم الباثوفيزيولوجي. هسه نحكي شوي الريسك، راح نحكي شوي كوميونتي وسكريننج ومن هالامور. اول شيء احنا عندنا قلنا اكو علاقه انه هو الاثيروسكلوروسيس يسوي لي كارديو فاسكولار ديزيز. الكارديوفاسكولار ديزيز هي الليدنج كوز، اكثر كوز يسوي لي موت وماث مورتاليتي وموربيديتي. موربيديتي يعني الماث والمورتاليتي يعني الوفاه، وين؟ باليو اس باليونايتد ستيتس وغالبا بالعالم كله، لكن اليونايتد ستيتس تعتبر معيار للعالم، لان اليونايتد ستيتس يصيحوا لها ديفلوبد كانتري بلد متطور اللي هي تشمل اليونايتد ستيتس تشمل الاتحاد الأوروبي تشمل اليوكي تشمل أستراليا والدول المتطورة والقوية. هنا هذول شوية اللايف ستايل مالتهم يختلف، اللايف ستايل مالتهم يكون أكثر يحتوي مثلا على دايت شوية فات بزيادة نتيجة للتوفر أكثر. فهنا ممكن أيضا أنه يعني معيار الديفلوب كانت، بينما مثلا إحنا العراق الصين الوطن العربي بصورة عامة إيران الهند أفريقيا لأن يكون هني يصيحولها developing country يعني بلد تحاول تطور نفسها بس هي ما متطورة. الدات مالتهم يختلف أيضا، فما نقدر نأخذ اليو اس معيار إلا للdeveloped countries للدول تشبهها. بس أيضا خلي ببالك شغلة إنه إحنا العراقيين مقاصي، إحنا الدايت مالتنا محتوي على ليبيدز هواي. يعني تخيل انت العراقي اذا ايدي تريق ما يعتبر يوغا يوغ الا اذا كان شنو الا اذا كان كباب نفر كباب، يعني نفر كباب. شوف الليبيدز او يعني الليبيديميا اللي راح تصير نتيجه الاكل له، او مثلا يجي ياكل لك مثلا جيم وعاء اللي هو مليان فات الاقصى حد، او مثلا يجي لما يتغدى يعني يتغدى برياني او يتغدى دور مع سبتاكيت جد او يتغدى كذني. يعني احنا كعراقيين الكلتشر مالتنا الدايت مالتنا كله مليان ليبيد، فايضا راح تلقى عندنا الكارديوفاسكولار ديزيزز يعني هم اكبر ليدنج كوز للموربيديتي والمورتاليتي نتيجه الدايت. فهنا المعيار مو على الدوله انما انت تشوف الدايت، بينما مثلا دول اخرى الدايت مالتها شويه يكون هيلثي اكثر بغض النظر سواء كانت متطوره او غير متطوره. فهاي حبيت اوضحها لك على مود تعرف احنا ليش ناخذ اليونايتد ستيتس. اليونايتد ستيتس ناخذها للديفلوبد كانتري الدول تطور، ولانه هي اكثر الابحاث توجد هناك فلذلك احنا ناخذها من هناك. لازم نسوي لها برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن. برايمري بريفنشن هنا قصده شنو؟ انه احنا نمنع الديزيز من انه يصير اصلا. نسوي حملات توعيه، نسوي اعلانات انه يا لا تاكلون اكل بيدهن لا تاكلون بيه شيء. طبعا هذا بصراحه ما يفيد المجتمع العراقي لان انت هنا تتصادم ويا الكلتشر وهيك انت راح يعني ترجع بخيبه. والسكندري بريفنشن اللي تشمل معالجه الديزيز صار، يعني مثلا واحد صار بي ام اي فاحنا على اساسه نبدي نعالجه. زين الداتا هنا اثرت انه اكو ريسك فاكتورز لازم نسوي لها ايفالويشن. مو كل الناس يصير بيهم جلطه اذا اكلوا باكر الصبح، لا يعني لا تخاف ذا الشيء.
الاثيروسكلوروسيس والام اي تختلف من شخص لشخص، كل شخص عنده ريسك فاكتورز ناخذها ان شاء الله لقدام. اوكي اكو في شيء يصيحوا له سب كلينيكال ديزيز، هذا راح نسمعه بالمايوكارديال فاكشن، هذا راح نسمعه بغير اماكن يصيحوا له سب كلينيكال ديزيز. يعني شنو سب كلينيكال ديزيز؟ الديزيز هو العاض او المرض، يعني هو واحد يجيك مريض. السب كلينيكال ديزيز معناها المرض متاصل بجسم، اكو باثوفيزيولوجي بس ماكو لسه ديزيز ما طلع. احد قال لي ما افتهمت. اوكي هسه نجي واحد نقول نصيح له هنا سب كلينيكال، سب كلينيكال هاي نختصر سب. واحد شنو؟ واحد ديزيز عنده ديزيز اللي هو الكلينيكال، اللي هو الكلينيكال نختصر سي. دقيقة صارت خربطة هنا اغاني. هنا الكلينيكال ديزيز، اوكي الكلينيكال سي ال مختصر، وهنا نسوي مقارنة. السب كلينيكال الاتوي مالته، الاتوي مالته شبيه هم مسدود، يعني هذا الاتوي هم تلقاه مسدود وصاير اثيروسكلوروسس والدنيا عالية. اوكي زين الكلينيكال هم تلقاه ايضا مسدود وصاير اثيروسكلوروسس وهم الدنيا عالية. زين الفرق شنو؟ الفرق انه اثنيناتهم كانوا معارضين انه يصير يجل، اثنيناتهم معارضين نسميهم الثومبوسس، لكن هذا صابي ثومبوزس، هذا سد الارتري نهائي 100%، هو 100% فصار عنده شنو؟ صار عنده الديزيز. هذا لسه الارتري ما انسد لكن هو معارض في اي لحظه السبك لانه معارض في اي لحظه يصير بيه الديزيز لانه عنده ريسك فاكتور. هم اثنينهم عندهم ريسك فاكتور، هذا انصاب سموه كلينيكال ديزيز، هذا ما انصاب سبك كلينيكال يعني سب يعني تحت يعني منتظرين عليه زله على مود يصير. زين خلينا نجي هسه احنا الكارديوفاسكولار ديزيز بصوره عامه شلون نتعقبها او الاثيروسكلوروسس وعلاقته بامراض الكارديو. اول شيء ممكن نتعرف عن طريق السؤال بايو ماركر. يعني شنو بايو ماركر؟ بايو ماركر هو شنو؟ بايو كيميكال ستراكشر، يعني تركيب كيميائي معين اذا زاد بالبلط هذا زيادته دلالة على إنه أكو مشكلة أو نقصان دلالة على إنه أكو مشكلة. هذا نسميه بايو ماركر اللي هو بايو كيميكال ستراكشر، بايو كيميكال ماتيريال. نقيسها بالبلاد، نقيسها مو إلا بالبلاد يعني بلاد مثال، نقيسها بالجسم سواء من أي سامبل بلاد يورين تيشو أي كان، زيادتها أو نقصانها عن الحد الطبيعي اللي هو إلها دلالة على إنه عندي ديزيز وعندي مشكلة. اوكي اللي هو تحاليل الدم بصوره عامه كلها بايو. اوكي بعد شنو عندي؟ بعد اخذ مثلا ضغط اللي هو البلد بريشر واللي هو يرتفع في حاله الاثيروسكلوروسس، الاي سي جي الالكتروكارديوغراف اللي هو شنو؟ يقيس الالكتروسيتي مال هات ولا تدوخ بيها السنه انه تاخذها ان شاء الله بمحاضره واحده ضمن موديول الكلينيكال اتاش، والايكو اللي هذا تاخذه ان شاء الله مرحله رابعه اللي هو الالترا ساوند مال هات، والسي تي سكان ايضا لا تدوخ نفسك بس احفظ لي اياهن وفهم شنو السي تي سكان اللي هو المفراس بالعالي. طبعا هاي البايو ماركرز، البايو ماركرز طبعا ممكن تتعقب لك الديزيز لكن وجودها وحدها ما يكون كافي، لازم ندور انفايرمنتال فاكتورز. يعني شنو انفايرمنتال فاكتورز؟ يعني هذا الدايت مالته شنو؟ من يجيك واحد مثلا ويجيك واحد مثلا ساكن بمنطقه معينه معروف انه هي مثلا منطقه شعبيه، فانت تتوقع الاكل مالته هو الاكل العراقي العادي، يعني مثلا ياكل اكل كله دهنيات، تشوي بلحم دولمه من هالامور. بينما مثلا هذا يختلف تماما عن واحد مثلا جايك مثلا معروف عنه انه هو انسان هيلثي، معروف عنه مثلا هو فيجيتيريان، معروف عنه مثلا انه هو نباتي، مثلا معروف عنه انه هو ينظم الدايت مالته، مثلا معروف عنه انه هو يوميا يروح قاعه الحديد وعنده رجيم معين. هذا الانفايرمنت مالته مو مثل الانفايرمنت مال ذاك. زين الجينيتك سسبتابيلتي شنو معناها؟ اكو ناس معارضين على انه يصير بهم اثيروسكلوروسس اكثر من غيرهم، وهاي تعتمد على الجينات مالت الانسان. مثل بالضبط كذلك زياده الوزن، مرات تلقى واحد اثنين من اصدقائك، واحد اكل لفه همبرجر والثاني اكل لفه همبرجر، واه بشويه مثلا يعني ظلوا على هذا الاكل، واحد منهم ولا زاد جرام وحطيتوا عينكم عليه وحسدتوه، والثاني بس يشم ريحه الهمبرجر زاد 5 كيلو.
هاي شنو تحكم بها الجينات؟ نفس الشيء بالنسبه للاثيوسكلوسس والجينيتك ريسبونس للانفايرمنت، ما هي هنا عمليه متكامله، عندك انفايرمنتال فاكتور وجينيتك فاكتور ويصير بيناتهم انتر اكشن. اوكي، كل ذني مهمات، وكذلك الماركرز مال الكلينيكال والسب كلينيكال ديزيزز شرحناها قبل شوي شنو معناها. زين، البايو ماركرز او التحاليل او الشغلات اللي الجفن وتدل على المشكله بيها انواع لونها اني باللون الاحمر. اول شيء النوع الاول يسموه انتيسيدنت بايو ماركر. شنو يعني معناه؟ هذا نقيس بيو ريسك فاكتور، نشوف عنده ريسك فاكتور ولا لا. زين، يعني شنو مثلا انتيسيدنت مثلا بايو ماركرز؟ مثلا عندك واحد رجال مثلا سمين عنده اوبيسيتي، دزيت الليبيد بروفايل، ايش دزيت الليبيد بروفايل؟ هاي حكيناها بالمقابلات الفاكتور اللي هو قياس مستوى الدهون بالدم مالته، اوكي؟ اذا زادت فهذا فاذا زادت تقول له يا بحجي انت عندك ريسك انه يصير عندك كارديوفاسكولار ديزيز دير بالك، قلل من الاكل اللي بيه دهنيات. هذا التحليل اللي دزيته هذا يسموه انتيسيدنت، يعني تتعقب الريسك فاكتور. زين، النوع الثاني يسموه سكرينينج تيست. سكرينينج تيست هذا شنو؟ هذا ندور سب كلينيكال ديزيز، يعني شنو؟ ندور المريض اللي هو ريسك فاكتور عنده كامل وعلى وشك الاصابه بالديزيز لكن هو لسه ما انصاب، عنده كل الاعراض، عنده كل الريسك. يعني لا، مو انا اقيس الريسك بس، اذا اقيس الريسك بس اصير له انتيسيدنت، بس اذا اقيس الاجمالي بصوره عامه، حاله البيشنت بصوره عامه ومقدار تعرضه للديزيز، فهاي هنا اصيح لها سكرينينج تيست. مثلا نعطي مثال على السكرينينج تيست، يعني مثلا مو الا مثلا كارديو، يعني مثلا للاسف هسه ما ادري يجي ببالي سؤال، ها مثلا على الناس اللي عندها مثلا انيميا، فممكن يسوي فد سكرينينج تيست نعرف ايش قد عندهم انيميا نقصان بالبلد. زين، النوع الثالث والنوع الاهم صراحه يسمح له دايجنوستيك، هذا تشخيصي، هذا ينفي او يثبت وجود التزييز. يعني واحد اجاك صدر يوجعه ويقول لك عندي chest pain، عندي دسمية اللي هو نفسه ثقيل وما اقدر امشي، ويحس نفسه انه راح يموت اجاك للطوارئ. هنا الدزه شنو؟ الدزه مثلا ECG اوكي، او الدزه مثلا توبونين. احفظ ان التحاليل ذني تشخيصيه للام اي، هذني من يرجع البوزيتيف يابا هذا توبونين عنده صاعد، يابا هذا بالاي سي جي عنده الكتريكال اكتيفيتي تدل على وجود الام اي. فهذا الدايجنوستيك انت من خلال هاي التحاليل شخصت اكدت وجود الديزيز، فهذا يسمونه دايجنوستيك تشخيصي. الستيجنج يعني شنو ستيجنج؟ انت هنا عندك التشخيص، مشكلتك مو بالتشخيص، لكن تريد تعرف هذا الديزيز السيفيريتي مالته شنو؟ هل هو مايلد؟ هل هو مودريت؟ هل هو سيفير؟ نعطي مثال على هذا الشيء. واحد مثلا مو الا كارديوفاسكولار، واحد مثلا عنده يعني مثلا شلون نقدر نقول عنده سي او بي دي، عنده شنو سي او بي دي اللي هو مرض مال ريسبيراتوري ديزيز. زين، انت قلت له انت تريد تسوي له ستيجنج، فانت رحت حطيته على تريد ميل اللي هو جهاز مال الركض، فلو مثلا طول 5 دقائق وتعب فهذا سيفير، لو طول مثلا هاي امثله مني مثلا لو طول 15 دقيقه هذا مودريت، لو طول 20 دقيقة هذا مايلد. اوكي، فانت دا تشوف انت الديزيز عندك، انت ما تريد تشخصه، انما تريد تعرف الديزيز بيا مرحلة بيا سيفيريتي، هل المرحلة الاولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. اخر نوع عندنا يسحول البروغنوستيك، يعني شنو البروغنوستيك؟ هذا لي قدام، هذا يعني تتدبر حالة البيشنت، تتأمل بحالته المستقبل. مثلا اجاك مثلا شايفين هاي طبعا بالمسلسلات مثلا اعوذ بالله مثلا واحد بي كانسر، فانت عفوا انت يعني او الدكتور دا يشخصه، فدائما يجي اول سؤال ايش قد اقدر اعيش؟ مثلا يقول له تعيش 6 اشهر، على اي معلومه علميه قال له انه انت راح تعيش 6 اشهر؟ او مثلا واحد دخل عمليه مال كارديوفاسكولار سيرجري، اوكي كارديوثوراسيك سيرجري، وسوى له عمليه، قالوا له هاي العمليه احط مثلا تزود الكاباسيتي مال الشرايين او نبدل الارتريز كورونري ارتريز، وممكن يعيش بعد 5 سنين. مثلا على اي معلومه علميه قال له 5؟ ايش معنى 5؟ ايش معنى مو 4؟ ايش معنى مو 3؟ ايش معنى مو 10؟ عن طريق انه استاذ التحاليل يسحوله بروجنوستيك، توقعت
تشوف الديزيز وهل الاستجابه مالته للثيرابي اللي يستجيب للعلاج لو لا، الثيرابي الافيكيسي مالته زينه لو لا، الديزيز ايش قد راح يطول، وهاي كلش مهمه يصحوا له بروجنوزز كلش مهمه. انت شنو الفائده اذا اجاك المريض شخصته زين وعاملته زين وهيستوري واكزامينيشن وتحاليل وعلاج وضبطته، بس انت اسالك سؤال دكتور مثلا انا هذا الديزيز راح يظل وياي على طول لو شويه ويروح وما عرفت شنو الفهم؟ كلش عيب واقف. زين الدايجنوزز مال مايوكارديال انفاركشن طبعا بالعقدين الفاتن كلش زاد هواي، وطبعا هو معروف المايوكارديال انفاركشن تاخذوا بابع ان شاء الله بالتفاصيل، لكن هسه يعني يجون تشست بين وجع بالصدر كلش قوي، الدزه اي سي جي، الاي سي جي اللي هو الالكتروكارديوغراف اللي هو تخطيط القلب تلقى في تغيرات معينه، الدزه توبونين كرياتين كاينيز سي كي اي سي كي ام بي. راح تقول لي شنو ذني؟ اقول لك انت المفروض كنت ماخذ المحاضره تي بي ال بالمرحله الاولى مثلا بالموديول الكادر، راح تقول لي انا وقتها ضابطها لو رحت للنادي، اقول لك ماكو مشكله بس انا اشرحها ان شاء الله. اول شيء عندي التوبولين ذني عباره عن بروتينات موجوده داخل المصل، نفرض هاي مايوسات، اوكي نفرض هاي شنو خليه عضليه مايوسات بها البروتينات، تذكرون البروتينات وكان شلون ترتيبها بالمايوسات على مستوى الكونتراكشن مثلا. زين المايوسات هاي لو ماتت، هاي لو شنو لو صار لها ديث، مايوكارديال انفاركشن هو شنو؟ هو الكوروناري ارتري، الارتري اللي يوصل بلد اللي يوصل اوكسجين ونيوتريشن انسد، الخلايا تشوف لك شنو لا اكسجين ولا نيوتريشن، تلقى لك شيء هاي يعني راح تموت، فمن تموت الخلايا من تموت شو تسوي؟ تطلع محتوياتها الداخليه. شنو من محتوياتها الداخليه؟ البروتينات. من هاي البروتينات منو؟ مثلا السي كي ام بي، الكرياتين كاينيز، التروبونين، ذي البروتينات كانت جو الخليه العضليه مالت المايوسايت. ماتت المايوسايت من تموت طلعت محتوياتها لي برا. زين طلعت محتوياتها لي برا الحين وين يروحن؟ بالبلد. زين انا لو جبت قستهم وشفتهم زايدات، شفت التروبونين زايد معناه عندي تروبونين زايد، شنو معناه؟ معناه انه عندي عدد خلايا ميته هواي لانه طلعت لي تروبونين، فمعناه هذا انديكيتور انه اكو خلايا بالهارت ماتت. زين الخلايا بالهارت شلون ماتت؟ الارتري مسدود، الارتري مسدود شنو معناها؟ ام اي، لذلك يقول لك الام اي دز تروبونين لانه دلاله. وصلنا؟ افتهمنا ان شاء الله تعالى. هسه عندك بعدين الاو دي ال والاتش دي ال، حكيناها بالتفصيل من المحاضرات اللي فاتت. بعد ايش عندنا هنا بهذا السلايد؟ عندنا انه لازم نعرف وقفه شغله اساسيه، الاو دي ال انه هو والاتش دي ال ذني دلاله وكلش نعتمد عليهم بالتشخيص وغيرها، وهاي حكيناها هواي من المحاضرات اللي فاتت، هاي المحاضره بيها حكي هواي من المحاضرات اللي فاتت، تقدر يعني اذا فهمت تعبر. وكذلك ايضا نقدر نعتمد على التريجليسرايد لان كلش ضوئي ومهم. عندنا LDL HDL لازم تعرف الفرق بيناتهم، هاي حكيناها 100 مرة. هذا يسمح له باد كوليسترول، ليش باد كوليسترول؟ هذا اللي يجيب الكوليسترول اللي أخذناه اللي هو مثلا الإكزوجينوس اللي وصار دخل للجسم إندوجينوس بعد تحول مثلا وتخزن، يروح يجيب الكوليسترول مثلا ويقعد يوزع على الجسم كله، وإذا ما لقى واحد يوزع عليه وزيادة وقبضت الخلايا من الكوليسترول يقعد يخبث، يروح يحط الكوليسترول بأماكن مثلا يحطه بنص الآتري ويسد لي اياه، يسوي لي اثيروسكلوروسيس، يحطه بالسكين ويسوي لي زانثوما، فلذلك يسمح له باد كوليسترول لانه يسوي لي تجمع وزيادته دلاله على انه اكو ريسك مال هارت ديزيز او ستروك. كلمه ستروك هاي معناها نفسها هي سي بي اي، نفسها سي بي اي اللي هي اختصار سيربرو فاسكولار اكسيدنت، اللي هي نفسها ستروك واللي هي نفسها الجلطه الدماغيه، فاذا شفت هاي الكلمه لا تخترع يعني مو شيء متعرفه. ال HDL قلنا الجود كوليسترول ويصحوا له السكافنجر ويصحوا له هذا الخوش ادمي من الاصول، ليش؟ لان هذا يجي يكنس الارتري منيا، يكنس الارتري من الكوليسترول الزايد، يخفف لي الاثيروسكلوروسيس، يقلل لي من عنده، يروح يجيب الكوليسترول الزايد يحطه على ظهره، يروح يوديه للليفر ويخلي الليفر يسوي له اكزيرشن ويذبه بالبايل، ومع طريق البايل وين؟ للفيكال ماتيريال. وعندنا الترايجليسرايد عرفنا انه هو شنو فائدته كمصدر للانرجي وكذلك الزياده مالته شو راح تسوي ان شاء الله. انت لازم تخلي ببالك انه هذني شلون نقيسن؟ نقيسن عن طريق شيء صح ولا ليبيد بروفايل، حكينا ليبيد بروفايل تتذكر المحاضره اللي فاتت من شنو يتكون؟
كايلو ما يتكون، لا العفو، يتكون من كوليسترول وترايجلسيرايد. الكوليسترول شو ادور؟ ادور ال اتش دي ال وال ال دي ال والتوتال كوليسترول، وال ما ال في ال دي ال، بس في ال دي ال ما استخدم الحين، لا شو تستخدمه؟ وين ترايجلسيرايد؟ ترايجلسيرايد ادور مثلا كايلو مايكرونز، ادور مثلا نسبه ترايجلسيرايد الكليه، ادور نسبه ال في ال دي ال. اوكي هذا يصحوا لك، هاي مجموعه هاي التحاليل يصحوا لها ليبيد بروفايل، تحاليل الدهون. اوكي وهنا هذا الليبيد بروفايل مو بس وحده، انه انا يا رايح مدينه الطب حضرتك لابس الصدريه وفرحان بها بس ما حد ثالثه ودي اروح مستشفى، وجاك حجي قال لك شوف لي هذا التحاليل وشوف عنده ليبيد بروفايل، وقعدت لقيت الدنيا عالقه يم، قلت له حجي ترى يصير ام اي قبل بيك انت هيك يعني خرحت الحجي وهذا كلش مال براكتس. ليش؟ احنا ما نعتمد بس على ليبيد بروفايل، عمليه التشخيص عمليه تكامليه انتر اكتف. اول شيء تكامليه وتفاعلي، اول شيء لازم يكون عندك هيستوري، لازم يكون عندك اكزامينيشن، لازم يكون عندك انفستيجيشن من هالليبيد بروفايل، ولازم عندك فتشال رابعه وكلش جماعه الكارديو يحبوها ان شاء الله اذا صعدتوا للرابع، يصحوا لها ريسك اسسمنت، تشوف الريسك فاكتورز مال البيشنت. قلنا كل بيشنت له ريسك فاكتورز، له انفايرمنت، له جينيتك خاصه به، ما يصير انه هو قالب واحد تستخدمه على الكل. فهي عمليه التشخيص هي عمليه تكامليه، مو بس يعني شفت الليبيد بروفايل وها هي صدمت رجال وقال له ابيك جلطه. اكو فالنسبه مهمه، انت من تجيب الليبيد بروفايل عندك ال دي ال نسبه، يعني عندك مستوى ال دي ال ومستوى ال اتش دي ال. اكو فشيء يصحوا له ال دي ال اتش دي ال ريشيو، نسبه ال دي ال لل اتش دي ال. قلنا بس خلي هاي ثبتها يمي وتسبصح سهل علي. ال دي ال مرتفع هذا باد كوليسترول، يعني هذا مشكله راح يصير عنده ريسك فاكتورز، ليش؟ يعني يزود لي نسبه الكوليسترول. اما اذا ال HDL مرتفع فهذا جود كوليسترول، هذا ينظف الجسم من الكوليسترول فهذا ريسك اقل. ال LDL وال HDL زين، احنا عندنا البسط اذا اكبر من المقام، البسط اذا اكبر من المقام شو يصير؟ يطلع عندنا البسط عن البسط تقسيم المقام، والبسط اكبر من المقام، يعني مثلا خلينا نعطي مثال، يعني نفرض مثل هاي امثله ما لها علاقه بال HDL وال LDL بس انا اريد افهم، البسط مثلا 100 والمقام لقيت 20، زيد راح يطلع؟ يطلع 5. بينما لو كان البسط 100 والمقام زيد، المقام مثلا 100 هم، او المقام خلينا نقول 1000. عفوا 100 على 1000 زيد يطلع 0.1. البسط من كبير الناتج يطلع كبير، والبسط من قليل الناتج يطلع قليل، هاي قاعدة رياضية أركز عليها. زين لو كان عندنا بيشنت ال LDL مالته قليل، ال LDL مالته قليل وال HDL عالي، ال LDL البسط أقل بهواية من ال HDL اللي هو المقام، أو مو أقل يعني البسط صغير، إيش راح يطلع الناتج؟ راح يطلع الناتج صغير. الناتج شنو صغير؟ معناها الناتج الصغير بهاي ريشيو معناها قليل لو، يعني ما عنده ريسك فاكتور. راح اقول لك شلون؟ راح اقول لك انه عنده هذا، يعني اقول لك نسبه ال دي ال على اتش دي ال قليله، يعني معناها ما عنده ريسك فاكتور. شلون؟ القليل الناتج هاي النسبه قليله ليش؟ لانه البسط صغير بالنسبه للمقام، يعني البسط من عندي ال LDL صغير ومستواه قليل، وقلنا ال LDL فعلا اذا مستواه قليل فمعناه الكوليسترول بصوره عامه قليل، معناها يفيد الجسم. وكذلك المقام قوي، المقام قوي وعالي، من المقام ال HDL، وقلنا فعلا انه ال HDL اذا زاد هذا شيء مفيد للجسم ويقلل الريسك فاكتورز، فهذا التعبير مال النسبه. نجي المثال الثاني، اذا اقول لك نسبه ال LDL لل HDL عاليه، هاي شنو معناه؟ ال LDL على ال HDL نسبه عاليه، من البسط ال LDL النسبه عاليه، الناتج عالي اللي هو مثلا 100 على 20 طلع لي 5 عالي. فمثلا شنو؟ مثلا ال LDL عالي اللي هو البسط، يعني الناتج عالي معناها البسط عندي عالي، يعني معناها ال LDL اللي هو البسط عالي، هذا شنو معناه؟ مزير، لأن هذا بات كوليسترول، كوليسترول معلق وصاعد. وكذلك عند المقام قليل، المقام صغير اللي هو من ال HDL، HDL قليل معناها شنو؟ هاي الشغلة مو زينة، لأن الجود كوليسترول قليل فماكو تنظيف للكوليسترول. ها خلصنا منها هسه. زين
طبعا دوخناكم بالكوليسترول، ممكن ضوجتك اصلا الاكلات العراقيه لانه كلها مليانه دهن. ايش وقت المفروض تسوي تيستينج لنفسك وللناس بصوره عامه؟ الادلتس اذا واحد عمره 20 او اكثر، اذا واحد عمره 20 او اكثر وما مشخص بكارديوفاسكولار ديزيز، يعني هو ما عنده اي كارديوفاسكولار ديزيز، سليم طبيعي وعمره 20 او اكثر، لازم كل 5 سنوات يروح يسوي ليبيد بروفايل ويشيك شنو. لازم 5 سنوات يسوي ليبيد بروفايل ويشيك الدهون مالته كل 5 سنوات، على مود اذا صار زياده يخفف الدايت مالته ويفتهم وضعيته. اما اذا كان اقل ال 20، يعني في مرحله الطفوله والمراهقه وغيرها، يسوي تشيك من عمره 9 الى 11 سنه، ويسوي لي تشيك يسوي ليبيد بروفايل من عمره 17 الى 21، ما بين عمره 9 الى 11 وما بين عمره 17 الى 21. ليش؟ نخاف من الهيبرليبيديميا، خصوصا بهذا العمر قلنا اكثر شيء برايمر، يعني اكو فاميليال او جينيتك، فنخاف من ده، فيشيك ماتيا افضل. اما اذا اكبر فكل 5 سنوات. زين، اما اذا عندك هادي فاسكولار ديزيز فلا، هذا لازم يتشيك بصوره مستمره واكوردنجلي لحالته. زين، هل مستوى الكوليسترول يعتمد فقط على الاكل؟ اللي يقول لك هيك صراحه ما يفتي بشيء، مع احتراماتي. ليش؟ لان الكوليسترول مو بس على دايت، يعتمد على الايج. الصغير الانسان مثلا بعمر الشباب قد يكون الهاندلنج الكوليسترول احسن بهواي من الرجال بعمر 70 سنه. الجندر، الميل والفيميل بيناتهم اختلاف هواية، وخصوصا الفيميل يمتلكون الاستروجين اللي هو صح شيني عليه بشكل مو زين فاتت، لكن الاستروجين يحميهم من هواي اشياء ان شاء الله تفهموها بموديول الكادر. زين، الريس والاثنيسيتي هاي تفترق. الانسان اللي هو مثلا ابيض او القوقازي كوكيجين، مثلا بالكوليسترول الهاندلنج مالته وتعامله جسمه وياه يختلف عن الانسان الافريكان الاسود، يختلف عن الانسان اللي هو اصوله هنديه الانديان، يختلف عن الانسان اللي اصوله جنوب شرق اسيا اللي هم الصين واليابان، يختلف عن الانسان العربي او الشرق اوسطي وهكذا. زين، بعد شو السموكينج؟ اكيد السموكينج ريسك فاكتور ينضاف ويزود نسبه الكوليسترول مثلا، او يعني يلعب لي بنسبه الكوليسترول. البلد بريشر كذلك، انه اللي عندهم هايبرتنشن وزاده بالضغط عرض اكثر على انه يصير بهم ام اي، فلازم على هذا الاساس نعالج بشيء صحيح للكوليسترول لوينج ثيرابي. لهنا خلص المحاضره مالتنا، اتمنى انه انتم استفاديتوا، والقاكم المحاضرات الجايه ان شاء الله.